وفي بعض الجلسات بيكون ناس عندها 40 سنة و50 سنة، معقولة مشاكل بيتعرضوا ليها وهم أطفال أيا كان نوع هذه المشاكل؟ وبما أننا بنتكلم دلوقتي عن التفرقة ما بين الأطفال، ممكن توصل معاهم لحد ما يبقى عنده 40 و50 سنة؟ في لقطة بتكمل معاهم فيها أن أنا اتهزت ثقتي في نفسي جدا، أو كنت محتاج أبذل مجهود كبير قوي عشان أتشاف، ما كنتش متشاف خالص، كان الشاطر هو اللي متشاف، كان الكبير هو اللي متشاف، كان الولد هو اللي متشاف لأي سبب من الأسباب. فأنا حاسس أن أنا طول الوقت لازم أبذل في علاقات، وفي الغالب ده بيكون مع البنات على فكرة، لازم أبذل أدي للي قدامي كتير قوي. بتقع في تجربة زواج هي محتاجة تدي فيها فوق طاقتها عشان تتشاف، فتاخد الحب اللي هي اتحرمت منه زمان. امتى نبدا نكتشف ده؟ واحنا قاعدين علشان هنوصل لانفصال او في خلافات عائليه كبيره جدا. هل اللقطه دي كمان في اللقطه دي بقى ليها انعكاسات على الولاد بعد ما الطفله دي بقت ام؟ طبعا هي عندها احساس داخلي بنفس الطريقه بعدم الاستحقاق. انا لازم اعمل عشان اتحب، لا انا محتاجه اتحب زي ما انا كده بكل تفاصيل، غير مشروط، الحب الغير مشروط. الحب الغير مشروط مش لازم تبقي زوجه مموته نفسك عشان تتحبي، لا انت بتتحبي من غير كل التاسكس اللي عليكي دي. وده بيتنقل للولاد طبعا.